بسر ماشي ها ماشي ماشي كراكلة ماشي كراكلة ودواك انت مشي مول كراكلة لكن فاتحة ماشي فاتحة فاتحة شو رأيك إن شاء الله ماشي فاتحة أسيت ماشي وزي في الوقت أنا ماشي قريب جاي وجاي أسيت يا مرة قدر حالي ده بتختشي بدل بسرك توب قدر حالي ده بسرك ترحة ما تمشي يا زلمه ماشي كلاكلا ماشي انت فاتحه انا همشي بس كده وخليك بدها تفصح في الناس خشبي ما شنو يعني نايم همشي يلا والله تعرف الفرده بتاعت الصباح دي اللي عدلت معانا باقي اليوم فرده الصباح اللي في الفول ده يا اخي ده فول عجيب عليك اول مره اجي فول زي ده انا اخي ابن عمك جابر يا 26 سنه محله ده فاتح يا انا من ما جيت الموقف ده الزول ده شغال والله فول عجيب عليك يا السلام عليكم قفزر كيف الحال؟ كيف الأحوال يا؟ كلها لفة؟ أبدا والله كده تعالوا كن معانا لا لا يا أخي أنا نظام وقت يا أخي صلى على النبي يا أخي والله صلى وسلم على سيدنا محمد يا أخي أنا قلت لك أنت زمان يا أخي والله أنا نفسيت أكون معانا عيش وملح إن شاء الله لقمة واحدة بس ها؟ لقمة واحدة إن شاء الله كلاكلة؟ كلاكلة شنو يا قفزر إن شاء الله لقمة عشان يكون بيننا عيش وملح يعني نظام اللي قدام يعني مثلا يعني؟ أيوة الله يفتح عليك والله فطرت يا أخ لا لا واحد لقمة واحدة على يلا يا قلت لك فطرت انا لا والله والله ما في طريقة لازم تذوق اكلنا يا معقول يا الله يا اخي قصور بجلالة غدر يا اخي خلاص بقول لقمة واحدة بس جدا لقمة واحدة لقمة واحدة تعتبرها من مليون ملاح بين النظام والعربات جدا يا لقمة واحدة بس جدا يا تفضل يا ما رقم متاكد يا اخي لقمة صغيرة ذاتها يا بالله رايك شنو في الفول ده شفت الفول ده كيف فولة زي الفولة يا اخي كابتن 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 قبل 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 اسعد له لك ادي 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 اجيب اجيب دقيقه دقيقه ثبت ثبت ايوه ادي ادي تفوت ده ده ادي ثابت ادي ثابت ثابت انت شو ده بدكوا كبسور عشان لاقينه براو مسكين تدقوا واي نعم عكليت لكن يا اخي ما كده في قانون الليله اللي هتمشي من وين يا جناب والقصه ما كده يا اخي كبسور مخنوق يا اخي خنقته ايش مخنوق هاي طيب يا اخي زول مخنوق انت قريت صحافته وليه هاي قريت في الهلال الاحمر زمان بيطلعوها كده الخنقه بتطلعها كده الخنقه دي يا اخي تاخد يدك هنا في المعده ها تضغط كده اضغط كده اضغط كده تضغط هاي هاي انت شو بتقول لي كده ها طب انت لبي مالك ده لبي مالك ده وزار زي ده بعير اسد اللي بيزه ده يتحملوا اصلا بلعت شو يا اخي من قبل لك تحتمني ما قاعد اعبر ولا اي حاجه يا اخي يا جنابو ايوه عايز تبلغ يا اخي بلغ شنو يا اخي بلغ عادي كده بلغ في شنو انت اصلا قلت لي انا ما اقول اي كلمه ما خلاص ما الناس اللي عايزين يساعدوك يساعد شنو اول حاجه انا ضربت بلاغ بتاع انتحاء شخصيه تحسسيه منه ده انتحاء زول بتاع اسعافات اوليه اصلا ده كلام بتاع زول بتاع اسعافات اوليه غنون انا ما غنون انت ده ضرب بتاع زواد اوليا ثاني برضه بتاع بلاغ بتاع تعدي تعدي على منو تعدي علي انا بدي اللي بعده كله ما فينا انا يا اخي والله يا كبسور يا اخي كويس نقطه طوالي راح اكون اخوان